السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة كويسة جدا. الناس اللي هي حابة تنزل منطقة البطن او اسفل منطقة البطن، الجوانب، الارداف، ان شاء الله هنعمل مكون كويس جدا. المكون ده هيبقى بديل ايه؟ هيبقى بديل تكميم المعدة. يعني احنا مثلا بدل ما نروح نعمل تكميم معدة وندفع فلوس كتير، يعني هفضل اقول لكم كتير من هنا لبكره، يعني مش هتصدقوا، برضه هترجع تاني. الناس اللي هي متعودة ان هي مثلا لو عملت تكميم ولا حاجة هترجع تاني برضه لنفس الشيء. النهارده يا بنات ان شاء الله هنعمل وصفه كويسه جدا. الوصفه اللي احنا هنعملها ديت ده هتسد معاك الشهيه، مش هتخليك ان انت تاكلي بطريقه يعني كبيره جدا زي الاول ولا حاجه، لا، بمعنى اصح هتعمل ايه؟ هتسد معاك الشهيه، هتقلل معاك كميه الاكل، يعني بدل ما كنت بتاكلي كميه كبيره هتبدا ان انت تاكلي كميه صغيره واحده واحده كده لغايه ما تحس ان انت معدتك بدات تكش وترجع لطبيعتها، تمام. تاني حاجة ان هي هتعمل معانا ايه؟ هتزود معانا معدل الحرق بطريقة كويسة جدا. يعني لا قدر الله الناس اللي هي يا جماعة جسمها مش بيحرق كويس او عندها غدة، الوصفة دي ان شاء الله هتخلي جسمك هيحرق طبيعي كويس جدا. خلاف كده وكده كمان ان هو هينزل معاك الدهون الموجودة او السموم الموجودة في جسمنا، وهينزل معانا وزن كمان، تمام. اظن وصفة كويسة جدا، يعني سهلة مش هتكلفنا اي حاجة. اما الناس يا جماعة اللي هي بتقول هو الوزن دوت مش هو الدهون، لا، الوزن بيبقى عبارة عن دهون وبيبقى عبارة عن مية، تمام. فاحنا ان شاء الله هنعمل طريقة كويسة جدا هتنزل معانا كل الكلام دوت. يعني ان شاء الله لو انت جربتيها حوالي اسبوع 10 ايام هتحس بفرق كويس جدا، هتحس ان انت جسمك رجع طبيعي زي الاول، جسمك ان هو بدأ يحرق معاك بطريقة كويسة جدا. حتى لو انت مش بتعملي رياضة مش بتعملي اي حاجة، ده ان شاء الله هيحرق لوحده، تمام. نسمي الله ونحط لايك للفيديو، وصلوا الفيديو ده يا بنات لاكبر عدد من اللايكات وشيروه علشان بنات كتير برضو تستفاد من وصفتنا النهاردة. يلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا، يلا بينا. اول حاجه بنات انا معايا الحاجه كده اللي انا هغلي فيها الوصفه بتاعت النهارده، شايفين بقى انا معايا ايه؟ ده ورق الغار او ورق اللورة، تمام. هاخد كده حوالي 3 4 ورقات صغيرين. لو انت عندك الورق كبير كفايه اول 3 ورقات، تمام. انا علشان الورق عندي صغير هناخد الاربع ورقات او يعني الخمس ورقات دول، تمام. ده كده هنحطهم في قلب الحاجه اللي احنا هنغلي فيها، سواء كنكه سواء براد اي حاجه. انا هعمل في الوصفه بتاعت النهارده مقدار كوبايتين. ده اول مكون معايا اللي هو ورق الغار او ورق اللورة، اي كان بقى انتوا بتسموه، لان طبعا في ناس بيبقى لها مسميات تانية في بلد تانية، فاحنا هنا في مصر يا جماعة بنقول عليه ورق غار او ورق لورة. طبعا لو في اسامي تانية ولا حاجة ياريت تكتبولي برضو في الكومنتات علشان ابقى عندي خلفية عنها وابقى اعرف، تمام. طيب ده كان اول مكون معايا، وقلنا ده هيبقى على قد مقدار كوبايتين اتنين مية. طيب تاني مكون معايا اللي هو ايه بقى؟ اللي هو دي يا جماعه معايا معلقه اهيت ده قرفه. لو انت عندك قرفه خشب، القرفه طبعا او الدرسين، عشان الناس اللي بتقول عليها الدرسين احنا برضو بنقول عليها قرفه او درسين، تمام. لو انت عندك قرفه خشب ماشي حطيها، ما عندك شيء استبدلها بالقرفه الناعمه. ده تاني مكون اللي هو القرفه. القرفه يا جماعه ده كويسه جدا، بتزود معانا معدل الحرق حلو قوي. تاني حاجه ان هي بتمتص السكر من الدم او بتقلل مستوى السكر من الدم، تمام. طيب تالت معايا مكون برضو اهوت، مكون كويس جدا اللي هو ايه؟ الزنجبيل، تمام. يبقى انا كل حاجه انا بحطها دلوقتي، كل حاجه انا بحطها دلوقتي يا جماعه بحط مقدار معلقه صغيره خالص اللي هي بتاعه الشاي ديت، وكل المقادير اللي انا حطيتها دي عشان تبقوا انتوا برضو عارفين معايا، كل الحاجات دي بتزود معايا معدل الحرق، يعني بتنزل الدهون بطريقه كويس. انا ما حطيتش لغايه دلوقتي اي مكون غريب خالص، كل الحاجات اللي انا حطيتها حاجات طبيعيه، حاجات برضو بتفيد جسمنا كويسه جدا، ما فيش منها اي ضرر خالص. كمان لو انت عندك الزنجبيل فريش ممكن ان انت تبشري قطعه صغيره كده وتحطيه، ما عندكيش حط بودر زي ما احنا حاطين. المكون بقى التالت اهو برضو معلقه صغيره خالص اهو من الكركم، تمام. انا حطيت كركم، حطيت كركم ليه يا جماعه؟ لان الكركم كويس جدا برضو، بينزل معايا كل السموم الموجوده في جسمنا، سواء دهون سواء بقى ميه كل حاجه، وكمان يعتبر رافع مناعه. يبقى كل الحاجات اللي انا حطيتها في الوصفه بتاعت النهارده كلها حاجات مفيده، مفيده برضو لجسمنا، هتنزل دهون هتنزل سموم بطريقه كويسه جدا، هتخلي جسمك خلال اسبوع 10 ايام ما شاء الله يبان عليك فرق كويس جدا. طيب دلوقتي هعمل ايه؟ هنزل عليهم بكوبايتين اتنين ميه مغليه. ده كده يا جماعه مقدار كوبايتين اتنين. كده حطيت الميه المغليه اهيت، هندي لهم تقلبه كويسه جدا. هقول لكم بقى على حاجه كويسه جدا،
لو انت حابين ان انت تحطي عليها حاجه بقى، يعني اي حاجه ازاز ولا حاجه، وتسيبيها لمده نص ساعه على ما كل المكونات الفايده بتاعتها تنزل في قلب الوصفه بتاعتنا ديت، ماشي. مش حابه، الافيد والاحسن كمان اللي انت لو انت رفعتها على النار هاديه كده حوالي 5 دقائق، ده برضو بيبقى افيد واحسن ليك، تمام. يبقى انا دلوقتي هاخدها كده هغطي عليها، لان زي ما قلت لكم وعودناكم دايما اي عشبه يا جماعه بيبقى فيها زيوت طياره، انا مش عايزه البخار ده يطير، انا عايزه استفاد منه. هستفاد منه ازاي؟ هغطي عليها بحاجه ازاز ونحطها كده على النار لمده 5 دقائق ونرجع لكم تاني. ودلوقتي يا جماعه بعد ما غلينا الوصفه زي ما انتم شايفين اهيت، دلوقتي كده بقى عندي كوبايتين اهو، بالشكل ده كده يبقى الوصفه عندي اصبحت جاهزه معايا. طيب هنشوف دلوقتي بقى، هنشيل بس النصفه كده اهوت، ده كده يا جماعه الوصفه اهيت. برضو هغطي عليها لان طبعا انا جبتها من على النار صفاتها معاكم على طول، المفروض ان انا ما افتحش عليها غير ما تبرد خالص وكل البخار اللي هيطلع على الغطا ينزل تحت في قلب الوصفه تاني علشان استفاد منه. طيب دلوقتي هناخدها كم مره في اليوم؟ هناخدها مرتين في اليوم، لان انا عملت معاكم كوبايتين، تمام، كويس قوي. الكوبايه الاولانيه لو انت بتتحسسي من الزنجبيل بلاش تاخديها على الريق، اما الناس الطبيعيين يا جماعه اللي هم ما بتحسسوش من الزنجبيل ممكن ان هم ياخدوها على الريق، دي اول حاجه. هتاخديها، مش هتقدر ان انت تاخديها على الريق، ممكن تاخديها بعد الفطار، دي حاجه كويسه يعني مفيش فيها اي مشكله. ده هتعمل معانا ايه؟ ده هتزود معاك الحرق كويس جدا، هتزود معاك قصدي معدل الحرق كويس جدا. حتى لو انت الصبح كده هتحسيك ان انت عندك نشاط، عندك طاقه، عندك حيويه، عايزه تقومي تشتغلي، عايزه تعملي كل حاجه، في نفس الوقت برضه هتسد معاك الشهيه، مش هتخليك ان انت تاكلي كتير. يبقى انا كده ايه كسبت من الجهتين الاثنين، كسبت ان هي هتزود معايا معدل الحرق، هتديني طاقه كويسه جدا، هتسد معايا الشهيه. دي لو احنا استمرينا على الوصفه دي 10 ايام هتلاقي جسمك فعلا بان عليه فرق كبير جدا. يبقى كده يا جماعه عرفنا الكوبايه الاولانيه هتتاخد امتى؟ هتتاخد على الريق، لو انت بتتحسس او هتتعب ومش هتقدر تاخديه خدها بعد الفطار. طيب الكوبايه الثانيه هناخدها امتى؟ الكوبايه الثانيه يا جماعه هناخدها ان شاء الله قبل وجبه العشاء، قبل وجبه العشاء دي هتبقى كويسه جدا. يعني يا ريت حتى الناس اللي هي بتتعشى يا جماعه بطريقه يعني كبيره جدا حاول ان انت تقللي في عشاك شويه، حاولي ان انت يعني ايه ممكن علبه زبادي، قطعه جبنه، الحاجات اللي هي خفه دي، ما تكتريش في العيش، ما تكتريش في النشويات، الحاجات اللي انتوا ايه عارفين ان هي بتزود معانا الجسم، خصوصا بقى طبعا احنا في الشتاء وبنحب ان احنا ناكل كتير عشان جسمنا يدفي، فيا ريت نقلل بس ايه الكميه حاجه بسيطه كده. ده يا جماعه الكوبايتين بتوعنا النهارده، وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشيروه، وكل اللي شارك اكتب لي تم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.